في الديوانات الدولية على مستوى الجمهورية. هذه حبوب مركزة موسم 21-22. السنة عملنا لي بلون دو كومباني إن شاء الله العام الجاي، عندنا زيادة في حكم التطورات العالمية في حكم، عندنا 25% زيادة على المجموعة إن شاء الله. للمحافظة على أمننا الذكي أدعو الجميع إلى مزيد بذل الجهد واليقظة لإنجاح موجبة الزراعة الكبرى والعمل على المحافظة على صادق وتجميعها على أحسن وجه والمحافظة على جودة المحصول. وكما تعلمون عملت الحكومة منذ بداية الموسم الفلاحي الحالي رغم تأخر الأمطار الخريفية وغلاء جل مستلزمات الإنتاج على التخطيط للتوسع في الزراعات وتوفير كل مستلزمات الإنتاج من بذور ممتازة وأسمدة، وذلك عبر ترفيع في سعر قبول الحبوب وكذلك ترفيع التزود بالأسمدة. والحمد لله وبفضل تضافر كل الجهود فإن تقديرات الإنتاج لهذا الموسم سيكون في حدود 18 مليون أمتار مقابل حوالي 16 مليون أمتار في الموسم الماضي. وأيضا عملت الحكومة في هذا المجال على حسن الاستعداد لموسم الحصاد، وذلك عبر برنامج متكامل يرتكز بالأساس على التوقي من الحرائق، وذلك من خلال مسح حواشي الطرقات بتضافر جهود وزارتي التجهيز والإسكان ووزارة الفلاحة، وكذلك تجهيز آلات الحصاد بالآلات الأولية للإطفاء. وعملت الوزارة كذلك على ملازمة اليقظة وتشديد المراقبة من قبل جميع المصالح الجهوية والجاهزية القصوى لفرق التدخل، وأخذنا كل الإجراءات للتقليص من نسب الضياع في جميع المراحل من الحقل والنقل والتجميع والتسليم السريع. وعملنا كذلك على تعديل آلات الحصاد بأكبر عدد ممكن من خلال تعبئة كل الفنيين والأخصائيين لتدريب السائقين وتحسيسهم بأهمية التعديل للتقليص من نسب الضياع. وعملنا أيضا على المصادقة على مراكز التجميع ومراقبتها للاستجابة للشروط المحافظة على الجودة للتقليص من الضياع. ومن جملة الاستعدادات عملنا أيضا على حث المنتجين على تسليم منتوجهم إلى مراكز التجميع وتشديد المراقبة على التجميع العشوائي. وتم التركيز كذلك على تمويل الشركات التعاونية المركزية من قبل ديوان الحبوب لضمان حسن التجميع والنقل في أحسن الظروف. وتم كذلك تكوين فرق يقظة ومتابعة على المستوى الجهوي لكل الولايات لمتابعة عمليات الحصاد والنقل والتجميع.
ولمعاضدة مجهودات المنتجين وكل الفاعلين في قطاع الحبوب وتحفيزهم لكسب التحدي والمتمثل في تجميع أكثر ما يمكن من الحبوب لهذا الموسم وتحقيق اكتفائنا الذاتي من القمح الصلب ابتداء من الموسم المقبل. وهذا ليس من المستحيل على التونسيين وتونس عبر التوسع في مساحات الزراعات الكبرى وتحسين المنبوذية. قد رفعت الحكومة في أسعار الحبوب كما تعلمون بصفة ملحوظة لتشجيع المنتجين وكل المتدخلين في القطاع على الانخراط في هذا البرنامج الطموح. إلى جانب ذلك شرعت الحكومة في الاستعدادات بصفة مبكرة لتوفير كل مستلزمات الإنتاج وفي الأوقات المناسبة. وتم في هذا الصدد توفير البذور الممتازة في حدود 450 ألف أمتار. وتم الاستعداد لذلك مع الشركات الخاصة وإحكام تنظيم عملية المراقبة وتأهيل مخابر التحاليل وتوفير العنصر البشري لذلك. وتم كذلك توفير الأزمدة الكيميائية بالكميات الكافئة وفي وقتها.